اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي قدره 61 مليارا و354 مليون درهم وبدون عجز، وتعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، بحيث تم تخصيص 31% منها لقطاع التنمية الاجتماعية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة ومختلفة ومتسارعة، مضيفا سموه: الميزانية الاتحادية متزنة ومتوازنة وتعبر عن أولوياتنا الوطنية ويتم إدارتها بكفاءة عالية. جاء ذلك خلال اعتماده للميزانية الاتحادية للعام 2020 خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة في أبو ظبي اليوم بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش الاجتماع رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ومعالي سارة بنت يوسف لميري وزيرة دولة، ويوسف حمد الشيباني المدير العام لمركز محمد بن راشد الفضاء، والمهندس سالم المري مدير برنامج الإمارات الفضاء، حيث بارك سموه وأثنى على إنجاز ابن الإمارات بوصوله كأول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية. واطلع سموه خلال الاجتماع على تقرير موجز حول القطاع الفضائي في دولة الإمارات منذ تأسيسه وما تم إنجازه حتى اليوم، حيث قال سموه: حققنا حلم الإمارات وحلم زايد، عيال زايد لا يعرفون المستحيل، وسقف طموحاتنا يرتفع في كل يوم، مضيفا: الفضاء ليس سقف طموحنا ولكن بداية طريقنا، وبدأنا تجهيز رواد فضاء إماراتيين لمحطتنا التالية لاستكشاف المريخ، وتم اعتماد الميزانية للعام 2020 بقيمة قدرها 61 مليارا و354 مليون و600 ألف درهم، حيث وزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 31% من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية و14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية و6.5% للمنافع الاجتماعية و32.6% للشؤون الحكومية.